وينضم إلينا من مدينة هالة شرق ألمانيا مراسل الغد عمرو المنير. عمرو، تفاصيل وتداعيات الحادث. نعم، بالفعل كما ذكرتم الحادث حدث هنا في هذا المكان، وخلفي مباشرة كان تم إصابة المشتبه به والذي تم القبض عليه فيما بعد، ولا تزال الدماء موجودة بعد هذا الهجوم الذي حدث بالأمس. بعد قليل أو ربما على وشك الحضور الرئيس الألماني فرانك شتاينمر لتقديم العزاء لهذا الكنيس اليهودي. هناك واضح أن التحذيرات التي سبقت يوم أمس بتجنب الخطر من قبل هذا المشتبه به قد تداعت الآن، وأكدت الشرطة أن ليس هناك خطر مهدد. كنت بالأمس حين حضرت إلى هذه المنطقة كانت منطقة مغلقة تماما من قوات الشرطة، ويبدو أنها تأكدت تماما أن منفذ الهجوم هو ستيفان بي، وهو من هنا من ولاية ساكسونيا والذي يعيش في شرق ألمانيا. الجدير بالذكر أنه تم وجود أو اكتشاف أن هذا المهاجم كان وضع صورته مباشرة على وسائل الوسائط الاجتماعية، وكان مباشرة على الهواء، وتم تسجيله أيضا في أحد وسائل التواصل الشهيرة التي على الخط المباشر. وهذا يؤكد أنه أيضا ربما يتبع أسلوب ما حدث في نيوزيلندا بنفس التوقيت. هذا يؤكد أن اليمين المتطرف أيضا ضد جميع الأديان المختلفة سواء إسلامي أو يهودي أو غير ذلك. نحن هنا في ألمانيا نعلم التاريخ المزري والقديم تجاه اليهود هنا في ألمانيا، وهذا أمر حساس جدا بالنسبة لألمانيا أن يتم معاداة السامية، يتم معاداة اليهود مرة أخرى. لذا هذا هو السبب أعتقد أن يأتي الرئيس شخصيا بعد قليل إلى هذا المكان ليقدم العزاء إلى هؤلاء. من مدينة هالة شرق ألمانيا مراسل الغد عمرو المنيري، شكرا جزيلا لك.